Buonasera a voi. مساء Buonasera. الخير على الجميع. سي سي بودي بونسيرا. مساء الخير عليك، وخليني أبدأ معاك كده إنه بصفتك يعني أسطورة سابقة للإنتر وأحد المتواجدين مع نادي ببطولات كتيرة، مدير كمان قطاع الناشئين السابق بنادي كالياري، والمسؤول الحالي عن اكتشاف المواهب ومراقب لجنة الكرة بالإنتر. إزاي تابعت مباراة إنتر ميلان وكالياري؟ وجمهور الاهلي في الوطن العربي. كما سيجوت لا بارتيدا ديل انتر. امس كانت من افضل مباريات الانتر رغم ان تاخر الفوز، لكن كانت من افضل مباريات الانتر. الهدف جه في الدقيقه 71، لكن مباراه قربت الانتر اكثر واكثر من لقب الدوري. الانتر هذا العام يعرف من اين تؤكل الكتف ويعرف كيف يفوز، والأهم في هذه جمع النقاط للفوز بالبطولة. طيب رأيك في انتقاد البعض لطريقة أنطونيو كونتي رغم تصدره للدوري، زي ما شفنا يعني مثلا هجوم كاسانو عليه في أحد اللقاءات التلفزيونية؟ بالنسبة لي أحداث مؤسفة تشهدها إيطاليا من انتقادات للمدرب أنطونيو كونتي، برغم ما يقدمه من عمل كبير مع الإنتر هذا العام، أشياء كثيرة تحدث ضد المدرب الإيطالي. لكن كاسانو والمعروف عنه دائما ما ينتقد المدربين، حتى عندما كان لاعبا في صفوف روما وريال مدريد وسامبدوريا كان دائما المشاكل. أنا تابعت بالأمس كل ما قاله أنطونيو كاساني ضد أنطونيو كونتي، كلام أنا شايفه مش مقنع. الإنتر متصدر البطولة ب 11 نقطة عن الميلان. في الحقيقة لا أجد تفسير لكل ما قاله أنطونيو كاسانو. شايف إن ممكن نقول إن المنافسة خلاص كده انتهت يعني إكلينيكيا، وتم يعني حسم اللقب خلاص بعد اتساع الفارق بين إنتر وميلان، إي سي ميلان وإنتر ميلان، ل 11 نقطة؟ بالنسبة لي بطولة الدوري الإيطالي انتهت 11 نقطة، عدد كبير من النقاط في إيطاليا. والمنافسة بالنسبة لي انتهت عندما فاز الإنتر على الميلان في ديربي ميلانو بالسانسيرو واقترب أكثر. بالنسبة لي أيضا الميلان ابتعد واليوفي ابتعد والإنتر سيفوز باللقب. طيب هل الانتر بحاجه ان هو يعني يجيب لعيبه كبار، لعيبه سوبر، علشان يقدر ان هو كمان يفوز، مش بس يبقى الموضوع دوري ايطالي، لا يفوز بدوري ابطال اوروبا ويقدر ينافس يعني عمالقه اوروبا زي باريس سان جيرمان، زي بايرن ميونخ وغيره؟ في حقيقه الامر الانتر لديه عديد من اللعيبه الاقوياء، عندهم فريق قوي جدا، مجموعة صعب التغلب عليها في إيطاليا الحديث. لكن بالنسبة لدوري أبطال أوروبا بعد خروجهم من دوري الأبطال، لحد الآن محدش عارف إزاي الإنتر خرج من دوري أبطال أوروبا رغم قوة المجموعة التي يملكها أنطونيو كونتي في هذا العام. لكن لو هنتكلم عن الميركاتو، أكيد كل فريق يحتاج عمل ميركاتو كبير الفترة القادمة. ازاي تابعت نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا، مباريات الذهاب طبعا، وتوقعاتك كمان لمباريات الاياب بكره وبعد بكره؟ صعب، امور صعبه، كل المباريات لم تحسم بعد، كل مباراه والتانيه اقوى من الاخرى. للأسف توقع النتيجة دايما بيكون صعب. أعتقد باريس وبايرن موناكو هتكون مباراة مهمة، لكن صعب صعب. البايرن فريق عظيم كبير، والجميع يعلم أسماء لاعبي بايرن ميونخ. صعب تتوقع مباراة للبايرن عندما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا.
هل ليفربول قادر على ان هو يعود في مباراه بكره قدام ريال مدريد وكتيبه زيدان، خصوصا وانه 2-0 يعني تقدر ان هي تقوم بالغرض وتاهله؟ الامور صعبه بالنسبه لليفربول، صعب الفوز على ريال مدريد. صعب الفوز على ريال مدريد. طب خليني اسالك، هل شايف ان روما في الدوري الاوروبي قادر ان هو يتخطى اياكس ويستكمل المفاجاه بقى ويصعد لقبل النهائي؟ روما فريق جيد هذا العام مع فونسيكا، لكن اهم حاجه لازم يعبر مباراه العوده امام اياكس، وهتتلعب في الاولمبيكو في روما، ودي فرصه كبيره. لكن انا بنصح روما وبنصح مدرب روما باولو فونسيكا الاول يفكر في مباراه العوده امام اياكس في الاولمبيكو قبل التفكير في قبل النهائي. خليني اسالك بقى، شايف ازاي الكره الافريقيه بشكل عام وطبعا النادي الاهلي من خلال متابعتك الفتره الاخيره للنادي الاهلي؟ الاهلي عندما بدات اتابع مباراه الاهلي شاهدت 2006 مباراه الاهلي والصفاقسي وهدف ابو تريكه عندما احرز هدف البطوله. تفاجات في وسائل الاعلام انهم يقارنوا هدفي في مرمى تشيزينا بهدف ابو تريكه في مرمى الصفاقس. الاهلي فريق كبير وعظيم وله قاعده جماهيريه كبيره جدا، فريق ثاني فريق له بطولات على مستوى العالم بعد ريال مدريد، فريق على مستوى لعب كره القدم في افريقيا، فريق عظيم، ولعب قدام بايرن ميونخ في قطر في اكثر من مره لكاس العالم، تاهل اكثر من مره لكاس العالم. الاهلي فريق عظيم. شايف ايه ممكن يكون بيمثل النادي الاهلي عن غيره من الانديه الافريقيه بشكل عام، وخصوصا انه زي ما بتقول هو الاكثر تتويجا يعني بعد ريال مدريد عالميا؟ الفرق الاخرى الافريقيه بالنسبة لي الأهلي مميز عن الفرق الأخرى، له أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى أفريقيا. إدارة النادي الأهلي، لأن أنا متابع الكرة الأفريقية من فترة كبيرة جدا، الأهلي لديه إدارة حكيمة، قاعدة جماهيرية تمد الفريق دائما بالقوة. وأنا شاهدت مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا ومستنيين القرعة مين هيكون موجود في السيمي فاينل مع النادي الاهلي، لان انا متابع الكره الافريقيه ومتابع ان الاهلي السنه دي بالعكس، كمان انا اتمنى ان الاهلي يفوز بالبطوله العاشره. طيب خليني عايزه اعرف من حضرتك برضو اخر تطورات عوده الجماهير الايطاليه للملاعب والمفاوضات، نتائج المفاوضات بين اليويفا وكمان الاتحاد الايطالي بشان تطعيم الجماهير بمصل كورونا. للأسف مؤتمر اليويفا انتهى بأشياء غامضة، محدش عارف لسه امتى هيتم البدء في عمل المصل للجماهير. أنا أتمنى الفترة المقبلة، لأن أكبر تحدي للكرة الإيطالية عودة الجماهير للمدرجات، لكن لازم الإدارة والدولة الإيطالية هي اللي تحكم في الموضوع. طيب تفسر بإيه عدم وجود أي فريق إيطالي بربع نهائي دوري أبطال أوروبا أو الشامبيونز ليج، وفريق وحيد بس متواجد بربع نهائي اليوروبا ليج؟ للأسف الكرة الإيطالية بتعاني في الفترة الحالية، كواليتي بعض اللعيبة الإيطالية اللي موجودة حاليا في الكرة الإيطالية، هم بره في اوروبا في الدوريات الاخرى بيقدموا ادوار كبيره، لكن للاسف كواليتي اللعيبه الايطاليه حاليا في الدوري الايطالي، والمودو دي جوكو بيقول يعني طريقه اللعب الكره الايطاليه للاسف ما بقتش تخدم الايطاليان في الفتره دي قدام الفرق الكبيره في اوروبا. لكن للاسف مش عارف هنفضل لحد امتى نودع دايما البطولات الاوروبيه، عندنا ازمه كبيره وكلنا كصحفيين واداريين عارفينها، لكن للاسف الكره الايطاليه الفتره القادمه
من المفترض أن تعود للواجهة، لكن ده على حسب كل مدرب وعلى حسب كل طريقة لعبه. أتمنى أن الفترة الحالية في إيطاليا نرجع مرة أخرى للواجهة في أوروبا. بشكرك جدا فرانكو ماتيولي، عضو مجلس إدارة نادي إنتر ميلان وأسطورة إنتر ميلان السابق، بشكرك جدا كنت معنا على شاشة قناة الأهلي.